مساجدada deegaanada Soomaalida gaar ahaan Soomaaliland ayaa khudbadihii jimcaha ee maanta waxa lagaga hadlay looguna duceeyay dadka reer Falastiin ee ay duqeymaha iyo wada sheegashada hubeed ay ku hayaan yuhuuddu wasaaradda diinta iyo waqafta ee Soomaaliland ayaa hore maalintii khamiista fariin ugu dirtay masaajidda isla markaasina fartay in dadka reer Falastiin masaajidda looga duceeyo maalinta jimcaha ayadoo ay ducada iyo ka hadalka arinta reer Falastiin masaajidada maanta ay ka socotay haddana qayb ka mid ah caasimada Hargeysa waxa isugu soo baxay dad lulaya calanka reer Falastiin taageerana u muujinaya Sheikh Maxamed Sheikh Umar Dirir oo ka mid ah culimada waaweyn ee deegaanada Soomaalida aan ka ah ayaa masaajidkiisa jimcaha maanta Hargeysa isaguna ka hadlay قالوا تد الدين لما هاي وحيكون لون كبرياء يا إسلوينان يا أدوية ضاي بانو شجع بين تودي تد كوابر المجاهدين المسلمين أبا كلا تورا كلا كعيا أيامها لين صار لافني هو حضر كيس هو حلولن شري سردون كوجو عجيب سنوا كإسرائيل تكنولوجيا توجو بدن إن ده هو نادر أو كي يعرف كي يملو البحكار كيا في بعد حاجة وكعبه حماس باين تكاريونا يا الفولين دوشة كيغا سوو دقي هاشينا يانا تيكتا اللي لادة سوق اللي وطوب روحاد لو سميي ايا تيكنولوجيا دي كباد سوو دوشة لغا سوو دقو بادا لغا سوو بحايا بورد كدار كينا والا تشبي تيبا اللي يابسين اللي سيدا او نعري كوني يصدح بقل او قف سيدا اللو دلاه افر كونو دو دونا لارد او عا بقل لارنا لو قبصدا هير بنو اسرائيل dowladaha waaweyn ee la saftay waxa fashilmay kibriyaagoodi iyo dadka beentii ay u sheegeen ilaahay fashiliyay waxa afraad oo iyadana kalifay dadkan sida loo baabiyo gow laga dhigo waxba laga tagin xarbiga ama dagaalku waa dagaal aqdiya dagaal aqiido weey aw qaadan reer Falastiin dhulka run lagu haysto qudus waxa isla waafaqsan yihiin kristanka يا يهود إنه النبي عيسى سودك يا مركا مسلم كالغصة في يوم مركا سمو النبي عيسى يا منايا أنت كهر رئيسي كواسي شوغان مسلم كاسي شوغان ما إيمانايا ذيلي سيدا دراد وين سيلوغو كوغل حارو عيسى سودك تان كيسا وين مسلم كالغصة في يوم مركا ودقال كواد دقال عقيدة من أرض الأولى ماها أنت هو حسير راعة وقضب كافراد ونقل لها محا إنك إن لقد بن أرقنا موقال كأرنتنا إلا ذا يا تاريخ ذي ذا تاريخ ذي ذو وحا إن لقد بن إنك أو إنو يا لكو إن إنوهي لنو بيت الأقصى إيو ضدك مسلمين تأي دلكا كنو إلا الدلمية سلا إن صوت المان اللو بابين وإن إنو أغانا مسجد الأقصى إنه كم ذي هاي مقدسات كين جوابها أما هذا أمة الإسلام كقوة إلى لنتي أو صار راعيا مكائيا مدينة لبدا مسجد كويا لا حرم ضله سيد الدليل هذا قرآني حديث بمرر بضن أي اسكح ريا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لا هي بإسرائيل المسجد الحرام يا المسجد الأقصى بإسكو حيسا تاني يوحي كدن بيي دقالكي وقدن بيي أرك حماس يهود كو قادين سبت دن بري سبت دي دي هوري وحد ديغان دا الصومالي دا سوين لوغة دريم يا دعو يا إسكربتاك وفكستا انتا ودي سأه ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو اللهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121